مرحبا يا خويا. مرحبا يا اخت سلام. لاباس عليك؟ الحمد لله. صديقي اش نحكوا معاك تجربه الغربه؟ انت رجعوك. انا رجعوني. واختي شو كيفاش؟ سنين البرا. 9 سنين اختي شدوني في فرنسا 3 مرات فردوا فيا فردوا فيا روحوا بي وزيد هاك القانون تاع الرئيس روحوا لي بالعباد. نرجعوا القانون. واختي اش رجعت؟ رجعت وبرسك عندي عامين 2023 2022 2022. صديق قداش قعدتوا كيفاش كانت المشي احكي لي؟ المشي اختي 3 ايام في البحر موت شفناه. والله ربي العظيم موت. تشوف العباد ميتة قدامنا اختي. فهمتني؟ شفت عباد. شفت عباد خيبه واحد بحرقه واحده هي راهي في بحر اختي بحر راهو يهزلك 2000 زدياك 3000 زدياك اختي معنا فهمتني؟ شوف الحرقات كيفاش احنا تكسر بينهم فرغوا بالميل حاسينهم وصلنا لامبادوزا. احكي لي شنو عملتوا بالضبط وقداش من واحد؟ واحد يمد احنا برسك 200 واحد اختي. شنو هي الشخف؟ طوله 14 متر. خف مش بلاد. مش معناها كركاره كبيره هم المره الاولى كركاره وكركاره تكركر البط فهمتني؟ من بعد كي دخل البحر تبدلت حوايج ديما كاك فهمت ديما كاك اختي باش ترجع ما ترجعش. ما فيات كيفاش طلعتوا كيفاش ركبتوا وتعرفوا بعضكم؟ ياك صغير يدخلك والاخر فهمتني في وسط البحر الداخل خاطر الاخر كبير فهمت ما نجمش يخرج لك البر يمس في الرمال حاشاك فهمتني. زيد ياك صغير يدخلك بالاربعه بالاربعه. قداش وصل؟ وصلنا من بعد 3 ايام وقت 3 ايام في البحر تكسر فرحت وبلبت هذه من بعد ما وصلنا مش فرحنا برك هذيك عمر اخر قايد به ربي سبحانه فهمت. صايبة مدام ما عندكش شكون راك تتعب غادي كلينا من البوباله بيتنا تحت القناطر فهمتني اختي عبيد موت بحذان البرد ما نكلمش الصباح ايدك هذه ما تنجمش تحلها ما تعملها كي باش تحلها فمك هذا مسكر اختي. قداش قعدت؟ قداش قعدت؟ بقيت شهرين هكاك اختي. فين عملت على ولد حومتي ولد بلادي ولد بلادي طلع على الحيط. مش ريت نقول لك حاجه قلت عملت على ولد بلادي طلع على الحيط تعذروا راهو ما تعمل على حد حد انت في تونا في بلادك تعذروا اختي كي يبدا معرس كي يبدا كاري مساشي بيتك لا ليلتين نورمال اختي فهمت دي باني مك البحر والفجايات والسخ والدمار فهمتني اختي الدوش انا هاش تعطيكي دوش نهار نهارين فهمتني شي تعبني 3 ايام في البحر السماء الزرقاء والبحر فهمت اختي عباد ترد وعباد ما نحكي لكش. شنو اللي لازمك باش تخرج؟ اللي لازم دمار هذه بلاد اختي انا عازب تو ما نجمتش روحي 30000 40000 واش تعمل لك اختي خلي واحد عنده 3 صغار واربع صغار واش يعمل؟ اقسم بالله راني نسكن مخنوق نسكن اعطيني شكون يضحك انت؟ الناس الكل كيشك تشوف فيها بلاد عليت قيس سعيد يرحم والديه فشنو يرحم والديه؟ يتبع في البلاد ماهوش سارق اختي قيس سعيد وما نجمهاش وحده البلاد كلها سريق. نزلت صعيبة. فهمتني ما في اختي البلاد هذه ما في شادين 4 من الناس يتحكموا فيها البلاد. فهمتني شكون؟ الزوالي برا عيش الزوالي تحب. كلامك محلي يا صديقي. فهمتني والله العظيم زوالي برا عيش صرف كيما تحب اخدم اسرق المهم فهمتني المهم تعمل حاجه تجيب مصروفك وجيب نهارك. فهمتني؟ شعوك شعملت؟ شملت اختي هاك تشوف نخدم مرسي سنترال عامل برويت توني برويت اختي ندخل بها لجماعة الفرماج داخل بها في جماعة الحوت هذه مد لك 2000 وهذا دينار وهذا 3000 اخت فهمتني خير ما نمشي نسرق ونخطف وهو بشوي بشوي عندي عامل عائلة شكون؟ عندي امي عندي بابا عندي اخواتي امي زاده فهمتني وبابا كبروا اللي برسك 80 سنه فهمتني اختي يعني نقعد وحدي ما عندك ما تعمل اختي البلاد هذه وان في نال ساهي يزي ان شاء الله ربي يفرج علينا ان شاء الله ربي يفرج علينا اختي حياتنا من خلقنا واحنا نعانوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايش من مره انت حاولت تحرق؟ شكون؟ انا 9 مرات موجودين المحاضر اختي انا معدي ثلاثة ربطيات على الحرق. فين عديت؟ فهمتني؟ هاي برج العامري لنا اختي فهمت؟ ليك دوبا ما ترجعوا يدوروكم غادي. دار ثم اللي بيتك 3 ايام ثم اللي تقعد 15 يوم ثم الجمعة ثم يسيبوك من نهارك. على اساس شنو؟ فهمت؟ تقسيم الحرق انت جاز حوت. لا على اساس شنو التقسيم هذايا 3 ايام ولا 15 يوم ولا؟ هذايا انت والحرق اللي باش تحرقها كي تبدا من الشركة انت واحد في حرقة تضرب عام حبس. هذيك تسمى فهمتني اختي؟ يعطيك الصحة وكي ثم انت وشكون ما الناس دبرت حرقة وشكون جيك واحد باش يحرقك من واحد لواحد انت والباحث خاطر مش يبحثوكم الكل اخت هذاك القانون. شو نقول لك حاجة برشا شباب ضيع برشا فلوس اللي كان بشوية صبر تعمل بهم نصبة صغيرة. شعبيد مات عندي ولاد حومتي موتة للتو عندي ولاد حومتي 4 سنين ما مش باينين امهم تشخر هذي خرجوا عندك 2006 2007 2010 2015 بعد الثورة فهمت للتو ما ظهروش. وقفنا في اصحابك اللي ماتوا. صحابي اللي ماتوا صحابي ما ظهروش لتو ثم 3 مات فنان وسعين وجو لما مهم وثم براسك 5 ما ثمش وقت لتو. صديقي باش اللي يسمعنا ما يتاثرش انت ما تحمد اكيد تحمد في ربي تقول لي انا رجعت. انا ننصح الشباب الكل انا معدي 10 سنين غربه وري تكذب عليك راهم يخلطوا غادي يباتوا البر وعايشين للشر وعايشين لوحد اخت فهمتني معناها ريت باش يخرج يشوف امور قانونيه اخت بالنسبه للطليان والاوروب وفرنسا والمانيا راه ما عادش فيها مدام والله ربي عبيد بيت البرة عبيد بيت الشر عبيد عايشة عبيد بدلة الصليب ولت والله عبيد ولت مسيحي ثم نسكك ثم نسكك
مش محبة في سيري مروكي عمل لك صليب ويدخل لك باش يعطوه 20 يورو 30 يورو باش يمشي ياكل بها ويشرب بها. فهمتني؟ فهمتني مدام؟ والله فما عباد بدل دينها مدام. بعد ضمير. بعد ضمير على شنيا باش تبيت وتشرب وتاكل وتشرب. صديق شنو اسمك بالله؟ ربيع. ربيع ما ندمتش على حاجات عملتها. شنيا؟ خاطر اللي يسافر لبرا اللي يهاجر يدخلوه اوتوماتيكمون في الممنوع مخدرات وحاجات هذوك. جربت ولا؟ مخدرات ثم اللي يخدم الحليل ثم مش تحب تخدم تخدم. فهمتني مدام؟ جربت تخدم انا خدمت حاجيه مدام انا نعطيك من الاخر خدمت كل شيء. خدمت غابر خدمت زات سرقت اختفت درت خدمت باش ناكل باش من بعد مشيت معي شويه دخلت الحليل الاخت. فهمتني مدام؟ الحجامه عملت حجامه غادي وحجمت غادي. حجمت ونخدم حجامه ومولي واضحه فهمتني؟ بعد دخلت هذه بعد في الاخر خدمت حجامه وما ما يخروا باش يرجعوك. هي قرعه ولا كيف؟ دوفي هذه ما عنديش اوراق مدام دوم يشدوك يعطوك فردوفي اسمك تسيب الحومه هذه 15 يوم يعطوك فردوفي. توفي لي هذيك زاد يهزوك للمركز يزيد يعطوك فردوفي فهمتني؟ كي توصل انت زوز ثلاثه فردوفي فهمتني اختي؟ عندك الرئيس وقت تاع القانون النورمال خليه يروحوا روحنا اختي. نرجعوا القانون نتاع الرئيس تعتبروه ظالم انتم القانون هذايا؟ مش ظالم اختي مش ظالم هذاك هو عنده حديث وكاكا مع الاوروب باش يتحدث مدام مش ظالم فهمتني؟ يلزم على الاوروب كاكا روحوا لي باولادي واش باش يعمل هو فهمتني؟ وكي يروح بهم لنا واش يعملوا؟ اكبر غلطه يعملها الرئيس يقول لهم روحوا له بالعباد. علي اختي هم يجونا يتفردوا امورهم واضحه تعز بلاد 24 ولايه تونس احلاها بلاد بلادنا محلاها يا ابنة اي حاجه عندنا في العالم ريت 24 ولايه انت الدوله تنجم تحكمها اختي عليها ما تنجمش تحكمها خاطر كلها سريق فهمتها مدام كلها تسرق لكن جيت فما ضمير برشا لهنا وكان جيت كل واحد ياخذ مكانته راهو الناس كل تخدم راهو الناس عز بلادي هذه الناس كل تخدم وجوها باهي امورها واضحه ريت البركه طارت من تونس علاش طارت اختي تو انت جار صوفيه العيد قبلت تمد له اختي تشوي تعطيه تا ولاد سكر عليه الباب كي يغلط الفلوس غلطت اختي انت كي تخرج من الصبيعه بجاه ربي خرجت الصبيعه قهوتك هذه قهوه الصبيعه ودبوس زامي وكاس كروت قد ايه صرفت انت 10000 ها باهي مازال نص نهار جوعت ماك بالجوع انت باش تاكل كاس كروت ودبوس زامي وقهوه 10000 في الليل واش باش تعش انت الترونسبور سامحني هذه قال لها دخان لا والو فهمتني باهي اركب انت بالترونسبور قداش وصلت هذه 30000 ناحية الترونسبور ناحية الدخان ناحية كل شيء هذه 30 دينار انت تخلص ب 600000 كان ما مرضتش هذا كان ما مرضتش انت تخلص ب 900000 اخت فهمتني حط انت ب 30 انت تخلص ب 600 نقول له 30000 باش كيفاش تعمل مدام ما عملك شيء اعطيني واش تعمل انت ولدك جيعان واش تعمل في الدار فهمتني اختي صابت البلاد هذه اليوم البرويته عامل برويته في شنو تبيع برويته اختي ندخل بها تجي جماعه الفرماج والحوات نهبط انا بالقجوات ماما يبدو سته قجوات سبعه نجمش يهزهم باليدين استقاط نحطهم في البرويته وندخلهم اختي هذاك يمد لك 2000 وهذاك يمد لك 3000 استقاط في النهار تشوف راحتك كلهم يعرفوني لانه الحمد لله ويفرحوا بيا ربيع ربيع هذه يمد لك حاجه هذه يمد لك منها هذه فهمتني ربيع انت في العمر هذايا انت تقف مع امك وابوك اكثر ولا هم ولا هما يقفوا معاك؟ انا واقفه معاهم كيفاش بابا يمد فهمت فما شكون عنده تقاعد ينجم امي ماهيش لابسه تقاعد يسكنوا في جندوبه اختي امي بابا عندهم ناعشتين سارحين به ارتاح واحسن عيش من الاخ نعز عيشه وي هما انا نحب نعيشهم ما تنجمش اختي باش تعيشهم في البلاد هذه ربي يرزق والله ان شاء الله ربي يرزقنا واحنا راه معنا ربي سبحانه في البلاد هذه ما تجيش معنا ربي سبحانه الناس كلها ربيتها للشر شكرا لكم احنا والله